السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا سنة تانية؟ عاملين ايه؟ اتمنى ان تكونوا بخير. معانا النهاردة درس جديد بعنوان ارضو اجدادي. يبقى عنوان درسنا النهاردة ايه يا سنة تانية؟ ارضو اجدادي. ارضو اجدادي هنا ايه؟ هنا الشاعر يتحدث عن مين؟ عن ارض مصر. بيتحدث عن مين يا سنة تانية؟ عن أرض مصر. طيب بيقول إيه عن أرض مصر؟ تعالوا مع بعض نستمع إلى النشيد. بلادي أنت في قلبي وعندي أحسن الأسماء، بأرضك عاش أجدادي وأيضا عاشت الأبناء. زرعنا القطن في الوادي كذا الزيتون في سيناء، وأنت عزيزة دوما وكم ناصرت من ضعفاء. تاني سنة تانية. بلادي أنت في قلبي وعندي أحسن الأسماء، بأرضك عاش أجدادي وأيضا عاشت الأبناء. زرعنا القطن في الوادي كذا الزيتون في سيناء، وأنت عزيزة دوما وكم ناصرت من ضعفاء. هنا الشاعر بيتحدث عن أرض مصر. بيتحدث عن مين يا سنة تانية؟ أرض مصر. ودي أرض مين؟ أرض أجدادنا. أرض مين يا سنة تانية؟ أرض أجدادنا. يتحدث الشاعر عن مصر ويقول أنها في قلبه. بيقول أنها في قلبه. واسم مصر عندنا دي أحسن الأسماء. مصر ده عندنا أحسن إيه سنة تانية؟ أحسن الأسماء. ليه؟ لأن بأرض مصر عاش مين؟ عاش الأجداد وأيضا عاشت الأبناء. يبقى مين اللي عاش فيها؟ الأجداد والأبناء. من اللي عاش فيها سنة تانية؟ الأجداد والأبناء. طيب زرعنا القطن فين؟ قال لي في الوادي. طيب القطن في الوادي، الوادي ده اللي مقصود به ايه؟ الوادي ده يا سنة تانية المقصود به وادي النيل. وادي مين يا سنة تانية؟ وادي النيل. احسنتم. طيب القطن الذي نصنع منه الملابس، بنصنع من القطن ايه يا سنة تانية؟ بنصنع منه الملابس. وكذلك زرعنا الزيتون فين؟ في سيناء. طيب يبقى احنا زرعنا القطن فين؟ في الوادي، والزيتون في سيناء. القطن في الوادي والزيتون في سيناء. ويقول الشاعر ايضا ان مصر دائما قريبة الى قلبه. ان مصر دائما قريبة الى ايه؟ الى قلبه. وكم انت يا مصر ناصرت من ضعفاء. ومصر دائما بتنصر مين؟ بتنصر الضعفاء. أحسنتم يا سنة تانية. تعالوا معايا نشوف المعاني المفردات بتاعتنا. أجدادي. أجدادي ها، كلمة جمع ولا مفرد؟ أجدادي. أجدادي كلمة جمع، مفردها جد. مفردها إيه سنة تانية؟ جد. طيب الجد هو مين؟ الجد هو والد الأبي أو الأم. والد الأبي أو مين؟ الأم. أحسنتم. طيب أحسن معناها أفضل. أحسن معناها أفضل، وعكسها أسوأ. يبقى أحسن معناها أفضل وعكسها أسوأ. طيب بيقول لي ها مصر كانت دايما عزيزة. يعني إيه عزيزة؟ ها عزيزة معناها قريبة إلى قلبي. قريبة إلى قلبي. طب وعكسها إيه؟ ذليلة. وعكسها إيه؟ ذليلة. أحسنتم. ضعفاء. يعني إيه ضعفاء؟ يعني متعبين. ضعفاء معناها متعبين. طيب معناها متعبين. طيب وعكسها أقوياء. ضعفاء عكسها أقوياء. ضعفاء عكسها أقوياء. أحسنتم. ها ناصرتي. ناصرتي يعني ساعدتي. ناصرتي معناها ساعدتي، وعكسها خذلت. وعكسها ايه سنة تانية؟ خذلت. احسنتم. زرعنا ها واحد بزرع، عكسها حصدنا. زرعنا حصدنا. طب تمام. عاش عكسها مات. عاش عكسها مات. طيب دوما يعني دائما، وعكسها احيانا. وعكسها ايه سنة تانية؟ احيانا. معذرة. تعالوا معايا نشوف شبكة مفردات كل من. يعني ايه شبكة مفردات؟ يعني بنجيب الكلمة دي بتحتوي على حاجات كتير، زي كلمة بلادي. بلادي فيها ايه؟ قال لي فيها ارض. ايه كمان؟ حقول واثار ونيل. يبقى بلادنا فيها ايه؟ مصر فيها ايه؟ قال لي فيها ارض، حقول، نيل،
آثار، أحسنتم. تعالوا معايا نشوف شبكة مفردات القطن. شبكة مفردات إيه سنة تانية؟ القطن. القطن ده بنصنع منه إيه؟ اللي بنصنع منه الملابس. يبقى أول حاجة في شبكة مفردات القطن ملابس، زيوت. إحنا أصلاً بنستخرج من القطن ده زيوت. القطن ده بيبقى جواه بذرة سنة تانية، بنوديها المصنع بناخد منها زيوت. بناخد منها إيه؟ بنستخرج منها الزيوت. طب تمام، القطن ده أصلا عبارة عن نبات. القطن ده عبارة عن مين؟ عن نبات. كمان بنستخدم من القطن علف للحيوان، بنستخدم من القطن علف الحيوان. يبقى تاني سنة تانية شبكة مفردات القطن ملابس، زيوت، نبات، علف، حيوان. أحسنتم. تعالوا معايا نشوف المناقشة بتاعتي. المناقشة بتقول لي ما أحسن الأسماء عند الشاعر؟ أحسن الأسماء عند الشاعر مين؟ أحسنتم، اسمه بلاده. اسم مين يا سنة تانية؟ اسمه بلاده. من عاش بأرض مصر؟ مين اللي كان عايش في أرض مصر؟ ها؟ الأجداد. أحسنتم. مين؟ والأبناء. يبقى مين اللي عاش في أرض مصر؟ الأجداد والأبناء. برافو. ماذا نزرع في الوادي؟ كنا بنزرع في الوادي إيه؟ القطن. أحسنتم. يبقى بنزرع في الوادي إيه سنة تانية؟ القطن. طيب ماذا نزرع في سيناء؟ طب بنزرع في سيناء ايه؟ الزيتونة. بنزرع في سيناء ايه؟ الزيتونة. طيب اتاني كده سنة تانية، يبقى في الوادي بنزرع القطن وفي سيناء بنزرع الزيتون. احسنتم. من تنصر مصر؟ مصر دي بتنصر مين؟ مصر دي بتنصر الضعفاء. بتنصر مين؟ الضعفاء. طيب عما تتحدث الابيات؟ الابيات هنا بتتكلم عن مين؟ عن مين؟ عن مصر. يبقى الأبيات هنا بتتحدث عن مين يا سنة تانية؟ عن مصر. أحسنتم. تعالوا مع بعض نستخرج اللام الشمسية، الكلمات اللي فيها لام شمسية. كان في النشيد معايا كلمة الزيتون. الزيتون، ها ردد معايا، الزيتون. الزيتون. أنا عندي حرف الزي نطقته كم مرة؟ مرتين. نطقته كم مرة يا سنة تانية؟ مرتين. لما نطقته مرتين معناها إن على الحرف شدة، معناها إن على الحرف شدة. طيب أما أجي أحللها لمقاطع صوتية، حلل معايا بالسقفة. أز زي تو نا. تاني سنة تانية. أز زي تو نا. أحسنتم، برافو عليكم. تعالوا معايا نشوف الألف واللام القمرية. كان عندي كلمات فيها لام قمرية زي كلمة الأسماء. كلمة إيه سنة تانية؟ الأسماء. تعالوا مع بعض نحللها. الأسماء. تاني. الأسماء. أحسنتم. وإيه كمان؟ قال لي كلمة الأبناء. الأبناء، وخد بالك أنا باخد الساكن مع اللي قبله. الأبناء. الأبناء. أحسنتم. تعالوا نحلل القطن. القطن. يبقى أنا عندي الألف واللام القمرية، الأسماء، الأبناء، القطن. أحسنتم يا سنة تانية. تعالوا مع بعض نشوف كلمات بها ياء ملكية. يعني هي ايه الملكية؟ هي ياء بنحطها في آخر الكلمة بتجعل الشيء ملكي، زي كلمة ايه؟ قلبي. زي كلمة ايه؟ قلبي. عندي أجدادي. قلبي عندي أجدادي. طب تعالوا مع بعض نشوف الأفعال الموجودة معايا في النشيد. عاش. كلمة عاش. عاش. طب ده فعل. فعل ايه سنة تانية؟ عاش. عاش امتى؟ دلوقتي ولا من زمان؟ من زمان. يبقى فعل ماضي. يبقى فعل ايه سنة تانية؟ فعل ماضي. زرعنا. ناصرتي. احسنتم يا سنة تانية. تعالوا معايا نحل النشاط. بيقول لي اقرأ النشيد ثم اجب. تتحدث الابيات عن ايه؟ تتحدث الأبيات عن مصر، أرض أجدادي. يبقى مصر كانت إيه؟ الشاعر هنا بيتحدث عن مصر اللي هي أرض أجدادي، اللي هي إيه سنة تانية؟ أرض أجدادي. تاني واحد بيقول لي على أرض مصر عاش. مين اللي عاش على أرض مصر؟ أحسنتم، الأجداد
والأبناء أجدادي والأبناء. طيب بيقول نزرع في مصر نقط في الوادي، احنا كنا بنزرع في الوادي ايه؟ أحسنتم، القطن. طيب والزيتون، طب الزيتون كنا بنصنعه بنزرعه فين؟ بنزرعه في سيناء. بنزرعه فين يا سنة تانية؟ في سيناء، أحسنتم. تعالوا مع بعض نتكلم عن الشدة. يعني ايه شدة؟ الشدة عبارة عن حرفين متشابهين أضغم فصار حرفا واحدا، الأول ساكن والثاني متحرك. يبقى الشد عبارة عن إيه؟ عن حرفين شكل بعض، عن حرفين إيه سنة تانية؟ شكل بعض. ها إيه اللي حصل لهم؟ أضغم أضغم فصار حرفا واحدا، الأول ساكن والثاني متحرك. طب تعالوا نشوف مثال، مثال زي كلمة قطة، قطة طن. أنا حرف الطاء قررته كم مرة؟ قررته مرتين. معنى إن حرف الطاء اتكرر مرتين يعني النهاردة حاجة اسمها شدة، الشدة دي يعني الحرف بنطقه مرتين. كلمة قطة طن. أنا ممكن أشيل الساكن اللي هي على الطاء الأولانية والطاء التانية اللي هي الفتحة ونستبدلها بشدة وعليها فتحة، بشدة وعليها فتحة، قطة تن، قطة تن، أحسنتم. مثال آخر، سلم، سلم، إيه اللي اتنطق عندي مرتين؟ اللام، يبقى اللام عليها شدة، يبقى اللام عليها إيه سنة تانية؟ شدة. يبقى الشدة عبارة عن حرفين شكل بعض، حرفين ايه؟ شكل بعض، الأول بيكون ساكن والتاني عليه حركة، والتاني عليه ايه سنة تانية؟ حركة. طيب الشدة دي ليها أنواع؟ أنواع الشدة، أنا عندي الشدة شدة وعليها فتحة، شدة وتحتيها كسرة، وشدة وعليها ضمة. يبقى أنا عندي أنواع الشدة، ممكن تكون شدة عليها فتحة، عليها ضمة، عليها كسرة. تعالوا مع بعض نشوف النشاط، بيقول لي عبر عن كل صورة بكلمة بها شدة. أنا عندي أول صورة، صورة مين يا سنة تانية؟ صورة فلاح، انطق كده، فلاح، فلاح. يبقى أنا عندي إيه اتنطق مرتين؟ اللام، عندي إيه اتنطق مرتين يا سنة تانية؟ اللام، اللام نطقناها مرتين يعني عليها شدة، فلاح. طيب تاني كلمة، كلمة رسام، كلمة ايه سنة تانية؟ كلمة رسام. احسنتم، هنا الشد على ايه؟ على حرف السين، رس، احسنتم. الصورة اللي بعد كده صورة نجار، نجار، الشد هنا على ايه؟ على حرف الجيم. طيب بيقول لي ده الشدة فوق الحرف المناسب، ده الشدة فوق الحرف المناسب. طب باخ، طب باخ، هنا الشدة عند حرف ايه سنة تانية؟ عند حرف الباء، الشدة عند حرف الباء. طيب الكلمة اللي بعد كلمة ايه كده، معذرة، كلمة خلاط، خل خلاط، هنا على حرف اللام. طيب بطيخ، بطيخ، على حرف الطاء، احسنتم. مقشتن، مقشتن، على حرف الشين، أحسنتم، بورك فيكم. آخر كلمة معايا كلمة صياد، صياد، على حرف الياء، برافو. تعالوا مع بعض نعرف إحنا إزاي بنكتب قصة، بنكتب إيه سنة تانية؟ بنكتب قصة، إزاي بنكتب قصة؟ أول حاجة لازم أعرف عنوان القصة، لازم أول حاجة أعرف عنوان القصة، يعني أنا النهاردة شفت قصة وعايزة أكتبها، أكتبها كده؟ قال لي لأ، لها عناصر، عناصر القصة أول حاجة إن أنا أعرف العنوان بتاع القصة، تمام، إيه كمان؟ المكان، المكان اللي حصل فيه القصة، تمام، الزمان، الزمن اللي حدث فيه إيه؟ الوقت اللي حدث فيه القصة. الشخصيات، مين اللي كان معايا في القصة؟ عندي الأحداث، وناخد بالنا من الأحداث دي، لأن الأحداث دي هنطلع منها ثلاث حاجات، اللي هي بداية، اللي هي مشكلة،
والمشكلة لازم يكون لها حل، والحل ده بيكون في النهاية. يبقى أنا عندي يا سنة تانية إزاي أكتب قصة، لازم يكون عندي عنوان للقصة، لازم يكون عندي عنوان للقصة، مكان، زمان، شخصيات، أحداث. طب الأحداث دي لازم يكون عندي بداية، مشكلة، نهاية، بداية، مشكلة، نهاية. أحسنتم؟ تعالوا نشوف مع بعض. بيقول لي: ذات صباح في الحديقة كان هناك سباق بين السلحفاة بين السلحفاة والأرنب. بدأ السباق وجرى الأرنب سريعا، لكنه شعر بالإرهاق فنام. واستمرت السلحفاة في السير حتى وصلت إلى خط النهاية وفازت بالسباق. تعالوا مع بعض، أنا قدامي دلوقتي قصة، تعالوا مع بعض كده نطلع عناصر القصة. القصة بتاعتي بعنوان مين؟ بتاع السباق بين السلحفاة والأرنب. السلحفاة والأرنب، يبقى عنوان القصة سباق بين السلحفاة والأرنب. طيب المكان ده كان فين؟ المكان ده كان في الحديقة، يبقى أنا طلعت العنوان، ها المكان الحديقة. طيب الزمن كان امتى؟ قال لي ذات صباح، قال لي امتى؟ ذات صباح. طب الاحداث ايه اللي حصل؟ قال لي البدايه بتاعتي كانت ايه؟ قال لي بدأ السباق وجرى الارنب سريعا. بدأ السباق وجرى الارنب سريعا. طب تمام، يبقى انا كده طلعت في الاحداث البدايه. عندي مشكله، ايه المشكله؟ ايه اللي حصلت؟ الارنب ايه اللي حصل له؟ شعر بالارهاق فنام، شعر بالإرهاق فنام. واستمرت السلحفاة في السير. طيب النهاية اللي حصلت؟ حتى وصلت إلى خط النهاية مين؟ السلحفاة، وفازت بالسباق. يبقى السلحفاة هنا عملت إيه؟ فازت بالسباق. يبقى أنا عندي طلعنا ها اسم القصة، العنوان، الزمان، المكان، الشخصيات. مين اللي كان معايا في الشخصيات دي؟ الأرنب ومين؟ والسلحفاة. الأرنب ومين يا سنة تانية؟ والسلحفاة. الأحداث، انا عندي الاحداث ايه؟ اللي هي البدايه، اللي هي كان بدايه السباق، ها المشكله ان هو الارنب سريعا شعر بايه؟ بالارهاق. النهايه اللي هي ايه؟ اللي فازت السلحفاه بالسباق. احسنتم. تعالوا معايا، ده ان شاء الله هيكون في الواجب. هنا عندي البدايه، قال لي البدايه ذهبت الى المدرسه في الصباح. انا هعمل ايه؟ هقرا وهرسم. هقرأ وإيه؟ وهرسم. هقرأ وإيه سنة تانية؟ وهرسم. وإيه كمان؟ إن أنا برضو يا سنة تانية أبدأ أعمل إيه؟ أعمل قصة، وأكون ملاحظ دايماً الأحداث بتاع القصة، اللي هي الزمان والعنوان والمكان والشخصيات والأحداث بتاعتي. تمام؟ تمام. وأشوفكم إن شاء الله الحصة الجاية على خير، لأن إحنا كده انتهينا من حصة النهاردة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.